انت ايه اللي جايبك معانا؟ ايه ده، انت شكلك وحش قوي، انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. بيتريقوا عليا كتير قوي وانا صغيره على الطول، في اساءه، في تريقه، بلطجي الشله وعايز يبين قوته بان هو يهين اللي حواليه. كمان عايز اوجه الرسالة لكل اب وكل ام، انك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، لانه في الوقت ده مهم جدا 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 ان الطفل يحكي اللي اتقال له، يحكي اللي حصل له. اوعى حد يأثر فيك، ثق في نفسك. انا تعرضت للتنمر، انا ضد التنمر. تم اطلاق هاشتاج انا ضد التنمر. التنمر زي ما احنا شفنا كارثة بتحصل في المدارس، يمكن احنا ما كناش فاهمين ده عبارة عن ايه بالظبط، وفي اهالي كانت بتتعامل مع الموضوع ومدرسين واخصائيين اجتماعيين بيتعاملوا مع الموضوع للاسف الشديد على انه لعب عيال. التنمر زي ما احنا شفنا عباره عن ايذاء نفسي من مجموعه من الاطفال لطفل معين داخل المدرسه بسبب شغله والده، بسبب شكله، بسبب هو رفيع شويه، مليان شويه، عنده اي مشكله، حاجه فعلا يعني. حتى في ناس كانت بتبقى عندها مثلا مشكله في الكلام او كده، او بيتهتهوا شويه بيزودوا عندهم المشكله دي. انا الحقيقه شفت يعني مشاكل كبيره جدا حصلت بسبب التنمر، لدرجه ان في بنت في المدرسه رمت نفسها من الدور السادس بسبب موضوع التنمر ده. التنمر جريمه بتحصل جوه المدارس، احنا كلنا لازم نحاربها، وكلنا هنعرف دلوقتي بالظبط نحاربها ازاي واسمع ايه من الولد احس ان في خطر. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونكلم ضيوفنا بشكل اكثر اختصاصا. بنرحب بضيوفنا الاعزاء، دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، اهلا بك يا دكتور. صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح النور. برحب بالاستاذ احمد مصلحي المحامي بالنقد وعضو الفريق الوطني لمناهضه العنف ضد الاطفال، اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك. وبرحب بالاستاذه الدكتوره نوران فؤاد استاذ علم الاجتماع السياسي، اهلا بك. صباحا، اهلا بك. طيب دكتور عمرو، خلينا نبدا مع حضرتك والشق النفسي للتنمر. حضرتك شفت معانا الفيلم دلوقتي من اليونيسيف، واكيد عندنا مؤشرات. انا لما اسمع ايه من ابني او بنتي اعرف ان هو بيتعرض للتنمر، ايه المؤشر اللي بيبان عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اتكلم عن اولادنا في ابتدائي. لو اولادنا في ابتدائي ابتدوا يشتكوا من انهم مش عايزين يروحوا المدرسه لان بطنهم وجعاهم، انا مش شايف كويس يا ماما، انا بقعد في الفصل ورا، اصلي خايف، اصلي متضايق، اضطرابات في الشهيه بتاعته، ياكل كتير قوي، عدم قدره على التركيز، كل الحاجات دي بتبقى ناتجه في حالات كتير منهم عن انه وجوده في المدرسه بقى بيشكل له فزع. والولاد الصغيرين بيعيشوا حالات اللي هي زي البانيك بتاعه الكبار، الهلع، لما يشوف اللي بيتنمر بيه او لما بيتواجد معاه في مكان واحد، فبيبتدوا يوزدروا. مين اللي بيحب يروح المدرسه من اولادنا؟ اللي مطمنين هناك زي ما هم مطمنين في البيت او احلى واكتر، اللي عندهم صحاب وعزوه وبيعرفوا يتواصلوا مع الناس، بيحب المدرسين وبيحب المدرسه. شكرا. يبقى العكس بالعكس، اللي من ولادنا يبتدي كان ماشي كويس ويقيس فجاه انا مش عايز اروح، انا تعبان النهارده، انا مش مركز، ويختلق اعذار، وبتجيلهم كتير باعراض نفس جسمانيه. ده بيبقى انديكيتور على التنمر. هو ما بيبقاش بيختلق، هو فعلا بيبقى تعبان، بيحس باوجاع جواه، بيحس باوجاع علشان قال يعني بيدي نفسه العذر. خدي بال حضرتك انه يا جماعه مواجهه الطفل لفكره انه ذليل وضعيف ومنكسر
بتعمل له ذوبان في كيانه النفسي، بيحس انه لا شيء، جسمه بيفك منه، بيسيب، بيقول لنا كده مش قادر اقف وبيترعش. واي في ناس بانك. كتيره بتتعرض للبانيك او بتتعرض للاذى النفسي، عارفه لما الواحد يحس ان هو مش قادر يقوم من مكانه، بس مش عارف عنده ايه، بس انت تعبان، الطفل زي بيحس كده. اتكلمنا قبل كده مع انا وحضرتك على الاعراض النفس جسمانيه اللي بتيجي للكبار، يقول لك انا جسمي حاطط ومهدود ومفاصلي بتنقح عليا وعضلاتي وجعاني. الاعراض دي بتبقى ناتجه عن اكتئاب او خوف. مظبوط. في حالات كتيره طبعا. كذلك الاطفال. عايز اقول للاهالي بس حاجه، الكلمه اللي قالها حلمي احمد، الفنان احمد حلمي، مهمه قوي، بتاعت للاب والام رساله بوجهها مباشره، صاحب ولادك خليهم عايشين مطمنين بانك في ظهرهم، يقوم لو حصل لهم حاجه يقولوا لك. والاقوى ان ولادك لما بتصاحبهم بيبقوا جامدين ما شاء الله، محدش يقدر يتنمر، ممكن هو اللي يتنمر بغيره، فصاحب ابنك خليه واثق من نفسه، ولما تصاحبه أدبه على إنه بقوته والأمان اللي هو عايش فيه يحمي غيره من أذى غيره. أما تفرحش يعني إن ابنك بيقل أدبه على رئيس العيش في المدرسة. بالظبط. أنت طيب وقوي وكذا، إنما في نفس الوقت أنت تدافع عن الضعيف. قوم إيه اللي بيحصل؟ كتير من اللي بيتنمر بهم، الناس اللي بيبقوا حواليهم، واحد بيتنمر بواحد بيقول له انت عبيط، ولا انت بتتهته، انت بتتكلم بالثه، انت قصير، انت شكلك غريب، واحد عنده عيب خلقي معين في الخلقه في شكله، ناس كتير بتبقى واقفه حواليهم. كل واحد من اللي حواليهم بيبقى مستني واحد تاني هو اللي يدافع. يعني انا هو بتفرج على واحد بيأذي واحد، انا برضو خايف لحسن اتأذي انا كمان لو اتدخلت، انا مستني واحد غيري يتدخل. تمام. اللي مننا ولاده عايشين مطمنين وهو انسان مربي ولاده على القوه والادب، على طول بيدافع، غير ان في اسلحه تانية نبقى نتكلم عليها في الحلقه ان شاء الله. طيب استاذ احمد، طبعا احنا هنتكلم في كذا يعني شق، وانا عارفه ان حضرتك مهتم بالموضوع ده عن طريق طبعا اليونيسيف وغيرها. انا دلوقتي كيفيه المحاربه، يعني انا طبعا طفل هو اللي بيعمل هذه الجريمه نتيجه انه عنده مشكله في البيت، انا هنا بحارب يعني بعاقب مين؟ انا ما اقدرش اعاقب الطفل الصغير اللي يقوم مش يتعاقب. بالظبط بالظبط. اللي يسال الاب والام. بالظبط. طيب حضراتكم بتقوموا بدور ايه بقى؟ خليني ابدا اول من الحمله. الحمله جزء من مشروع مناهضه العنف ضد الاطفال بشكل عام بقى. العنف اللي بيبدا من اول الاساءه اللفظيه بينتهي بالاساءه الجسديه اللي ممكن تصل للقتل. يعني دي اشرس انواع العنف. كل اللي في الوسط ده تعدي مهما كان شكله، تعدي بالضرب، تعدي الولاد ممكن يموتوا نفسه. طبعا ما فيش كلام. احنا عندنا دراسة 65% من الاطفال اللي تعرضت للتنمر بتفكر في الانتحار، وجزء منهم جدا انتحر فعلا، ومن مصر كمان. يعني بسبب التنمر ده، لانه قد يكون مؤذي لهذه الدرجة، لان الشخص يفكر انه يتخلص. الهاشتاج يا استاذ احمد اكيد حضرتك تابعته. شيماء هنا بتقول وانا في اولى ابتدائي مدرس قال لي انت فاشله وهتفضلي طول عمرك فاشله وعمرك ما هتنجحي في حاجه، عشان كانت بتلعب كتير وما كانتش بتحفظ، ومن يومها وهي بتطلع الاولى على المدرسه شيماء كافحت التنمر. اسراء بتقول انا تعرضت للتنمر طول فتره دراستي ابتدائيه، وكان بيتاخد مني المصروف والساندوتشات كل يوم. مش بس كده، انا كان بيتنقل مني الهوم ورك اللي تعبت في ان انا احله، ومش فاكره الحقيقه ايه سبب ان انا ما كنتش بحكي لحد مع اهلي، لكن الموضوع ده اذاني نفسيا لغايه دلوقتي لسه سايب علامه فيه. ناس كتير جدا بتحكي المشاكل، لان في ناس بتتعرضت للتنمر بسبب ان شعرها قصير، بسبب ان هي جسمها مليان، بسبب بالزبط حاجات يعني بالزبط. احنا تقريبا عندنا كلنا تعرضنا للتنمر ده بشكل او صحيح بقى. أو مارسنا تنمر بصحبة بعض الأطفال. إنما نرجع بقى للقانون في المسألة. طبعا الدستور المصري مادة 80 2014، دستور 2014 مادة 80 بيحمي الطفل من أي إساءة مهما كانت، من ضمنها التنمر في المدرسة. تمام. القانون بقى القصة حضرتك اتكلمت فيها، أي خطر يتعرض ليه الطفل سواء إذا كان على بيئته أو تنشئته أو صحته أو أخلاقه، جريمة. صح. جريمة وفق قانون الطفل. الجريمة اللي بتعاقب عليها طبعا ولي الأمر أو المسؤول عن التربية كده. أو المسؤول هو ده اللي عن أنا حابة الرعاية. لأنه ممكن يكون المدرسة في أحد دور الرعاية، ويكون المسؤول إن هم أيتام، ويكون المسؤول هنا هو الأخصائي الاجتماعي أو مدير الدار، هنا برضه يتلقى هذه العقوبة.
العقوبة هنا لو أنا قدرت أثبت هذه الإساءة. طب العقوبة بتوصل لإيه بقى؟ عندنا غرامة تبدأ من 5000 جنيه لغاية 100000 جنيه على مين؟ على ولي الأمر اللي ابنه تسبب في إساءة لطفل تاني أو مجموعة من الأطفال التانية. تمام. وده مهم جدا لازم نعرفه كويس. عشان نعرف إن المسألة مش سهلة الحقيقة. مش لعبة المسألة إيه. كمان طبعا والقانون طفل غطى كل ما يتعلق بحماية الطفل الحقيقة كويس. بشكل متطور جدا. طيب أروح لدكتورة نوران. دكتورة في ناس أهالي بتتعامل مع التنمر بطريقة تانية، يعني أنا مثلا بشوف أمهات ابنها بيتعرض لإساءة معينة في المدرسة بتقوم رايحة المدرسة ماسكة الولد اللي عمل فيه كده هو والمدرس والناس وتقوم مديهم على دماغهم وحصل وأنا ابني محدش يعمل معاه كده، وهو طبعا في الوقت ده بيشوف أمه سوبر ماما يعني حاجة بقى عظيمة جدا، بس بعد كده هل ده صح؟ يعني التعامل بالطريقة دي صح ولا أنا أعمل إيه؟ يعني أروح إزاي وأتصرف إزاي في الحالتين، لو أنا ابني هو اللي بيقل أدبه على الولاد أو بيحصل معاه التنمر؟ هو طبعا بس في البداية يعني كنت أحب إن احنا نقول تمهيد، طبعا الظاهرة مهمة جدا ومتواترة مع دخول العام الدراسي. أنا أحييكم يعني على الذكاء في الاختيار، الحقيقة بحيي البرنامج على حسن الاختيار لأن طبعا هي في وقتها on time زي ما احنا بنقول في العلم. يعني الموضوعات اللي أثيرت حوله من جانب نفسي ومن جانب قانوني هامة للغاية، لكن أنا بس بسأل سؤال، هل احنا يعني قبل ما اجاوب على حضرتك عايزه الفت الانتباه ان احنا احيانا احنا الكبار بنتذمر وبنتآمر وبنتنمر، فطبعا السلوك لو احنا بنتكلم على مراحل الطفوله هو طبعا احنا محددناش، طبعا في طفوله مبكره وفي طفوله متوسطه اللي هو التين ايجز او المراهقين وفي الاكبر. فلو احنا بنتكلم على المراحل دي بوجه عام جنرالي هقول لحضرتك ان السلوك ايميتيشن تقليد للأب والأم. فمش بالشرط اللي بيتعرض للتنمر في المدرسة هو الضعيف في الجسد أو السمين في الشكل اللي هو التخين أو الضخم أو اللي هو النحيف أو النحيل. ممكن اللي بيتعرض للتنمر هو الشاطر الأول على الفصل ده اللي بيذاكر ده أحسن مننا. في الحالة دي الأم بتبقى طبعا احنا دايما نلقي بكل شيء على كاهل الأم. أنا عايز أقول هنا أن الأسرة أسرة زواجية فيها أم وأب، دور للأم ودور للأب. يا ترى هو الأب بعود الابن على الراحة النفسية والحديث والفضفضة فيقدر يقول، لأن ممكن طفل يتعرض وما يتكلمش ما بيتكلمش. ما احنا عندنا كذا حد بقى احنا مش عايزين معلقين هم على هاشتاج نقول التحرشات والمشاكل كبيرة جدا يعني. هو بيبتدي بصورة صغيرة نوع من التريقة أو السخرية من الشكل العام أو الإطار العام للطفل، بعد كده ممكن يوصل لأقصى الأشياء، ممكن التنمر يحصل داخل الأسرة قبل المدرسة. يعني انت عامل نفسك فاهم كل حاجة. أيوة. لما الابن يحاول يتكلم أو يقول رأيه في مشكلة أسرية بسيطة يعني مصيف سفر أي حاجة انت عامل نفسك ان انت فاهم انت لسه بالضبط. صغير. فهل احنا بنعود أولادنا على المشاركة how to participate معنا في كل الway of life كلها في أحداث اليوم في أحداث الحياة، هل احنا بنعودهم حتى على اختيار ملابسهم الشخصية قبل ما نتكلم على الموضوع ده؟ هي فعلا هي دي بقى دي بتبقى عارفة حضرتك لما تقولي حاجة هيراكل هو خلاص اتعود ان هو يترك نفسه لكل شيء، فبالتالي لما بيتعرض لإيذاء أو تنمر من مدرس من طالب من أي شيء إقلال من شأنه في أي شيء محاولة للتريقة على الشكل العام هو بيخاف يقول في البيت لأنه ما تعودش يقول الصح عشان يقول غلط. تمام. طيب واضح ان في ناس كتير في الشارع كمان ما يعرفوش يعني ايه تنمر، تعالوا نشوف كده راي الناس هم اصلا عارفين ايه هو التنمر والظاهره دي بتاذي الاطفال ازاي ولا لا، ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا. التنمر ده موجود اولا في بعض الاسر، انا بلاقي مثلا الاب او الاخ الاكبر متنمر على الاخوات الصغيرين وكده، فبتلاقي مثلا بيتحكم فيهم بياخد قرارات مثلا مصيريه في حياتهم هم مش عايزينها. يعني اي حد كان مسموح لي يشرب من اي حد، لو في قلم مثلا نسيته اي حد نساي ياخد من التاني، انا لا، انا الوحيده اللي اتعامل وحش لكن كله بيتعامل كويس. لو في اي حاجه غلط اللي هو عليه التنمر هو اللي عاملها، حتى لو اي حد تاني عاملها الفصل كله يشهد عليه. الاغلبيه بتبقى الفقر، ان الحد معهوش فلوس او كده فبيبقى عصبي طول الوقت فبيطلع ده كله في اولاده اللي هو يقدر عليهم،
لكن بره ما يقدرش على اولاد غيره. كان بيأثر نفسيا ان انا انزل، بخاف ان انا اعدي من وسطهم، بخاف ان انا بنزل المدرسه، اخاف مامي لا انا مش عايزه انزل النهارده دول بيعملوا لي كذا، ابقى ماشيه بحاجتي اللي هو خدوا الحاجه خلاص بس ما تاذونيش، ببقى متاثره نفسيا جدا. دي بترجع للتربيه وبترجع لتاثير الاهل. الاهل لو مقصرين معايا اضطر ان هو يشوف حاجه بره تانية، اشوف حد تاني واتنمر عليه وفضل معايا، فممكن تؤدي لحاجات نفسيه تخليه ينتحر. الناس اللي بتعمل كده ما بيبقوش اتربوا كويس في بيتهم، فبيطلعوا اللي حصل في بيتهم على الناس التانيه، فاهم؟ فان هو ممكن ان هم مثلا اهليهم يربوهم كويس، يعودوهم ان هم ما ينفعش يعملوا كده، ما ينفعش ياذوا حد تاني. الطفل ساعات بيكون مولود كده بنقص حاجات معينه، فاندماج بقى اندماج المجتمع، معامله خاصه. احنا لازم ان احنا نبتدي نعلمهم ونوعيهم اكتر، يعني ايه ما ينفعش ان احنا نضايق حد، ما ينفعش ان احنا نقول كلمه لحد تضايقه او مش، لان الكلام ده بيفرق. نعمل توعيات اكتر، يعني نعرف الناس ان الاطفال بتتعقد من الحاجات دي، وان بتحصل حالات نفسيه بسبب الكلام ده. يعني في مثلا مدرسين في المدارس بيبقوا مضطهدين اطفال معينه بسبب الدروس والكلام ده. كان كل شويه ما حدش يقعد جنبي ولا اي حد، حتى الولاد. ده كان رأي بعض المواطنين في الشارع. خلونا بقى يعني نحلل الآراء دي كده مع ضيوفنا. دكتور عمرو، ايه رأيك في اللي سمعته ده؟ كلام قوي وجميل جدا. عايز بس اوضح ان ظاهرة التنمر بقت ظاهرة لانها العالم كله خد باله منها وموجودة في كل دول العالم، لدرجة انه حد من اقوى الفنانين في العالم عمل فيلم قريب، جولي روبرتس، كانت عملت فيلم قوي جدا عن التنمر ده. ارجع تاني واقول ما كان عندها طفل سبيشال نيدز، سبيشال نيدز، كان عنده نوع معين من الإعاقة وكان بيتأذي جامد، وقفت يعني جنبه، يعني هو الموضوع كله ام فعلا زي ما الدكتورة قالت، خد جوايز بقى. انا بس مش عايزين ننسى ان احنا بنتكلم في مجتمع دلوقتي كل 10 بيتجوزوا في السنة 8 بيطلعوا قبل ما السنة تخلص، من نصهم بيطلعوا الستات حوامل، وبعدين قصة الأب انه عول على الأب والأم ومش عارف ايه ليها فلسفة. ألا وهي احنا مسؤولين عن توعية الأبهات والأمهات بكيفية التربية علشان الولد يبقى فيه قنوات مفتوحة للتواصل بينه وبين الأهل، فما يخافش يقولهم وما يتكسفش. دي نمرة واحد، توعية للأسرة سواء الاثنين متجوزين او الام لوحدها السنجل بارنتنج، او لو الاب هو اللي بيربي وفي كتير دلوقتي. نمره اتنين، لابد انه يكون في المدارس والمعاهد التعليميه الى اخره نظام ثابت بيمشي عليه معروف للمدرسين وللطلبه. بيتقال للطلبه كده لو حد ضايقك تروح تبلغ فلان. ايوه، لما بالزبط. فلان يتبلغ لازم يتدخل. ليها بروتوكول، ليها نظام في العالم كله مكتوب في الكتب. البروتوكول ده لازم يتنفذ في المدارس. يا إما أنت بتساعدي المتنمر أنه يتحول إلى بلطجي. بلطجي، إنسان ضد المجتمع، أنتي سوشيال. لا، والمتنمر بيه هيبقى إنسان مش سوي، هيبقى بلطجي برضو على فكرة. المتنمر بيه أصله بيحصل له حاجة من اتنين. يا إما بيعطل ويعجز تماما، يا إما بيتحول إلى أنه عايز ينتقم. بيتوحش. من اللي تنمر بيه في المجتمع كله. صحيح، بتحصل كده. يعني انا على فكره كنت يعني دلوقتي افتكرت كذا حاجه. كان في برضو احد اصدقائي بيخاف قوي يجي جنب اي اله موسيقيه، وهو يعني راجل كبير، فمره بساله ليه انت قال انا وانا صغير كان نفسي اعزف على اله موسيقيه، فالمدرس قال لي انت ما بتفهمش حاجه في المزيكا وعمرك ما هتفهم. بقى بيخاف يجي جنبها، يعني بيقول لي مش قادر انسى الكلمه لغايه دلوقتي وانا كنت في ابتدائي. فاستاذ احمد، هنا بقى النقطه اللي بيقولها دكتور عمرو دي مهمه جدا. انا على فكره بشوف مدرسين بيساهموا في موضوع التنمر ده. انا عايز اعرف حضراتكم الحملات دي بتبقى عامله ازاي جوه المدرسه؟ لازم يكون في رادع. يعني انا ما ينفعش مثلا ايه طفل قدامي يعني وانا قاعده كمدرسه، فطفل قدامي يتريق على طفل تاني عشان شكله ولا وزنه ولا شعره قصير ولا شعره منكوش، فانا اضحك على اساس ان ده دمه خفيف. يعني دي كده المدرسه دي لازم تتحاسب. انا يعني ما ينفعش ان هي ما تتحاسبش. الحملات اللي حضراتكم بتعملوها دي في المدارس اروح ابلغ مين؟ ابلغ ازاي؟ لو انا اكتشفت اتصرف ازاي؟ انا عايز اقف عند سياسه حمايه الطفل داخل اي مكان هو موجود فيه، وخصوصا في المدرسه. سياسات الحماية دي ان ازاي الطفل يبقى سهل جدا عليه يتواصل مع شخص
الشخص ده، سواء اذا كان بقى التواصل المباشر حتى لو كان بطريق الاتصال، بس لازم يكون هناك شخص في الاداره، قد يكون الاخصائي الاجتماعي، قد يكون شخص، يعني في بعض المدارس رشحت ان الاخصائيه الاجتماعيه اللي موجوده مدربه، ومدربه طبعا على احدث البرامج لحمايه الاطفال، وفي نفس الوقت في اربع مبادئ رئيسيه لازم تبقى عندهم ولازم عندنا احنا ولازم في الاسره ولازم في كل مكان يبقى عندهم اربع مبادئ. اول مبدا في التعامل مع الاطفال، اول مبدا عدم التمييز بين طفل واخر لاي سبب، جنسية، شكل، لون، أي سبب ممنوع. نوع المبدأ الثاني هو الحفاظ على حقوق الطفل في الحياة والنماء واللعب وكل الحقوق. أوكي. والمبدأ الثالث الحماية. وطبعا المصلحة الفضلة للطفل فين ونمشي وراه. بالزبط. المبدأ الرابع والأخير المشاركة. وده مهم جدا. طيب. دي المبادئ اللي تمشي عليها سياسات الحماية. كويس. أنا أوصل للإدارة والإدارة لازم تاخد فورا إجراء. لازم. والإجراء ده ضد التنمر، سواء إذا كان المتنمر هو الطفل أو المدرس، وإجراء فوري وقدام الطفل. وده في غاية طيب الأهمية. أنا عندي سؤال دكتورة نوران، بس أستأذن حضرتك، بس معانا تليفون، معايا مها من القاهرة. ألو ألو مها، معانا ولا مش معانا؟ معايا مصطفى من كفر الشيخ. صباح الخير عليكم. صباح النور، اتفضل يا استاذ مصطفى. معاك مصطفى السلموني الاخصائي الاجتماعي، دائم صديق البرنامج. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ مصطفى، وصباح الخير على الدكتور الجميل وعلى الساده الضيوف. اتفضل. طبعا دكتورنا العزيز دايما بيسرينا بالحاجات الجميله. انا بصفتي ان انا مش هتكلم مهنيا، انا هقول لك بس ان اي اخصائي اجتماعي لابد ان هو بيكون عصب الحياه داخل اي مدرسه، زي ما علي الدكتور ما قاله الاستاذ المحامي. يعني مثلا انا كاخصائي اجتماعي عملت قبل كده بحث اجتماعي سميته ايه؟ القيم الاجتماعيه لدى طلاب مرحله المراهقه واثارها في تحقيق الهويه. كل ده كان هدفي ايه؟ هدفي ان انا اعمل اندماج كامل لكل الطلاب. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا بيئه ريفيه، عند الطالب اللي بيشتم، عند الطالب المتهور شويه، يعني حسب البيئه، كل مدرسه فيها البيئه بتاعتها. انا حاربت كل الكلام ده بايه؟ بالانشطه. خليت كل الطلاب، عملت الحلقه الدواره، الطالب لاعب قدام، لازم يرجع ورا مره، لازم يتحرك كده قدام ويراعوا نفسهم. العيال لما كانت بتيجي نفسها يقول لي لا ده انا زميلي ده عينه ما بيشوفش كويس، خليه مكاني. وصلتهم لمرحله ديمقراطيه داخل الفصل. يعني ده بمساعدتي لوحدي، ده بمساعده الاداره، بمساعده المدرسه، الزملاء، ولي الامر، احنا كلنا شركاء. حتى الاعلام الجميل ده لابد ان هو مش حلقه وتروح، انا عايز استمر دايما للتوعيه، عايز اشوف كل مدرسه لابد من تواصل اجتماعي مع حضرتك وتحمينا اعلاميا وتحمينا قانونيا، ان احنا نتواصل معاك نحكي لك الكلام ده كله. يعني انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان نفسي اكون متواجد معاكي او اي اخصائي اجتماعي في من الناس، لان احنا نبقى قلنا اللي عندنا ايه، لان احنا عندنا برضه قيود ما بنقدرش نتحكم في كل الحاجات اللي جوه المدرسه، عندنا بعض القيود القانونيه البسيطه، ولكن احنا بنعمل اللي علينا وزياده من خلال طابور الصباح زي ما بعت لحضرتك قبل كده، من خلال مشاركه اولياء الامور، من خلال الطلاب نفسهم، من خلال الاعلام، من خلال الاذاعه داخل المدرسه. وبشكرك وحلقه جميله. الله يخليك، شكرا يا استاذ مصطفى. طيب محمد صفوت زكي بيقول القانون في قانون بس مش بيطبق، اعتقد ان هو هيبتدي. نيم من شلبي بيقول كنت نقلت بنتي الاولى ابتدائي مدرسه ثانيه، طبعا دخلت فصل كل اللي فيه كانوا مع بعض من كي جي 1، بيقولوا لها انت البنت الجديده، احنا اصحاب من كي جي 1، وطبعا مش عايزين يلعبوا معاها ومش عايزينها تقعد جنبهم. الكلام ده طول السنه اللي فاتت، وعلى فكره هي اجتماعيه جدا، بس البنت دلوقتي بتطلب ان هو ينقلها فصل جديد، ولو نقلتها هتبقى برضو جديده في الفصل الجديد، ومش عارفه هل هتكرر معاها نفس المشكله ولا لا، ولا المشكله في الفصل ده بالذات. كمان محمد بيقول انا بنتي اتنقلت لمدرسه تانية والميس بتاعتها جديده بتقول لبنتي انت جيت لنا منين بطريقه مشمئزه، بنتي جات لي وكانت متاثره جدا وعماله تعيط وقالت انا وحشه يا بابا، وحكيت لي، رحت لمدير المدرسه قال لي معلش وما عملش حاجه. طيب دكتوره نوران ايه رايك بقى في الكلام ده؟ هو بس يعني في مشكله كده، يمكن اخ الاخصائي الاجتماعي انا سعيده بمكالمته، لان يعني دي اكبر مشاركه تتقدم في البرنامج. الحقيقه المداخلات انا بحس ان هي والله وقتها ممكن تكون كمان مفروض اكتر من الوقت اللي احنا نتكلم فيه، لان دي تجارب بقى على ارض الواقع، بتيجي التجربه بمنتهى السهوله واحنا قاعدين في مكاننا. فكره البادي لانجوج دي فكره غير وارده في المناهج الدراسيه، يعني دي اول فكره لازم تبقى عندنا. يعني في بلاد مثلا زي السويد، وانا كان ليا تجربه فيها في ستوكهولم،
ان هم الاخصائي الاجتماعي بيهتم لي جدا. يعني لو تعرفي حضرتك ان احنا بنعمل البريك ايه مره في وسط الكلاس بريك، يعني هم بتربع ساعه 10 دقايق مش عارفه ايه كده تو ديفايد يعني الحصص الاولانيه والاخيره وكده تمام. لكن هم بيعملوا تو بريكس تخيلي، اول بريك للاكل والشرب، تاني بريك للقراءه. يعني زي ما احنا بنعمل في الجامعات بقى بس على كبير ساعات القراءه. في البريك التاني ده بيهتموا جدا ان انت تقوم من مكانك تعمل تمرين بسيط عشان تحرك الجسد، يهتموا بالانسان. يعني احنا عايزين نتكلم على ظاهرة التنمر فيما يخص الاولاد بالذات، ان هم بيفضلوا قاعدين في مكان واحد على نفس المكان. تخيلي الطفل بقى بالذات الطفولة المبكرة، الطفل ما ينفعش ان انا طول الوقت افضل اقوله حتى لو انا ام اقعد في مكانك ما تتحركش، ما تبصش لزميلك، لو رفع ايديه عشان يدخل اي مكان مثلا هو محتاج له اقول له لا خليك قاعد انا لسه ما كملتش كتابه على البورد. بتحصل في المدارس المدرسات اقعد مكان يعني انا بستغرب على فكره، انا بحضر على فكره وبشوف كده يعني هو دي حاجه مش منطقيه. احنا يعني بنطالب الكبار ان يبقى في مساحه عندنا من الطفوله ان احنا نتصرف بشقاوه كده ونروح ونسافر ونشوف الدنيا. المشكله بقى هنا في المجتمع المصري ومش تحديدا المجتمع العربي، ان انت هنا يعني في سب كالتشر، يعني زي ما الاخ اتكلم كده، انت موجوده بقى في ريف يبقى ده ابن العمده، عارفه حضرتك الهيراكل ده، وده ابن الاجير، وده مش عارفه الفقير، وده الغني. في ناس بتتعرض للتنمر بسبب الطبقيه وبسبب مثلا شغلانه معينه، ابوه بيشتغل شغلانه هي بالنسبه لبقيه الولاد اللي في الفصل غريبه عليه فبيتريقوا عليه. لو رجعتي مثلا لابحاث او فيلد ورك في مجتمعات متقدمه هتبصي حضرتك ان مفيش المشكله دي. ليه بقى؟ لان هم دلوقتي تمازج ما بين ثقافات، انتر اكشن بين الكالتشرز. فهتلاقي مثلا واحد الاسود وهتلاقي الابيض والتخين والرفيع فروم انديا فروم ايجيبت اللي هنا اللي هنا. لكن مثلا لما تواجهي بالبنت اللي كانت في انجلترا، يعني كان نفسي ان احنا نتكلم على الموضوع ده لانه كان موضوع خطير جدا، المصريه مريم. طبعا رحمها الله، يعني تعرضت لتنمر ادى الى الموت، افضى الى الموت، ده حاجه خطيره جدا. يعني دينجرس. مريم يعني مريم كان عندها 19 سنه وتعرضت لل بفعل ايه؟ بفعل انها عربيه وتحمل الملامح العربيه الشرقيه، لون الشعر ولون دي حاجه خطيره جدا. عنصريه. الغريبه بقى ان العنصريه دي مش موجوده في كل بلاد العالم الا في من ضمنها طبعا انجلترا فيها عنصريه شديده جدا. لكن انت لو رحتي بلاد اسيويه تجدي المجتمع، لو رحتي دبي مثلا تجدي المجتمع. اذا احنا بنلاقيها دايما في المجتمع اللي بيركز على الثقافه، على الثقافه مش على الشكل ولا لكن لو رحتي مجتمعات دوليه هتبص تلاقي الهندي قاعد جنب الامريكان جنب الايه، ما بيقولوش دلوقتي انت في كندا، ما بيقولوش انت من بلد ايه، بيقولوا ار كنديان وخلاص. تمام. طيب فهي دي الفكره، السب كلتشر مهمه وازاي تغيري السب كلتشر. تمام. طيب دكتور عمرو، في دلوقتي احد المستاذ ممدوح بيقول اسره بتعالج التنمر بالعنف، يعني بتعالج بمعنى لو حد بص ليك، يعني هو الاهل هو قصده ايه؟ لو الاهالي بتقول لولادها لو حد ضربك اضربه، لو حد هزقك هزقه، لو حد بص لك كده. طب ما ده انا كده بعالج، انا كده بعمل ايه بقى بالظبط؟ بخلق ايه؟ مش انا كده طول الوقت بخلق كلاش ما بين الاطفال وبعضها وكره، ولا ده ايه؟ نظريا اللي بيعمله الاساتذه ده غلط. على ارض الواقع لما اب وام يطلبوا من مدرسه مره واثنين وثلاثه التدخل علشان يفادوا ابنهم اذى زمايله، ففي الاخر ما بيكونش عندهم حل الا انهم يقولوا لابنهم احنا مش عارفين نيجي نقعد معاك في الفصل، ممنوع، وقلنا لهم 100 مره روح يا ابني خد حقك بنفسك. ده على ارض الواقع عشان بس ما نبقاش جايين من كواكب اخرى. أنا كنت عايز بس أقول كلمة على ما يسمى discrimination اللي هو تمييز. تمييز. هتكلم على الأدب. من الأدب هو إن وإحنا الأربعة كده قاعدين مع بعض ودخل علينا حد جديد، يقول يا أهلا وسهلا، اتفضل الكل معانا. إزاي الصحة؟ حضرتك جاي منين؟ شكلك تعبان. ده أدب. مش هتكلم على الدين لأن أنا مش راجل دين. وإن كان الدين هو الأصل في الأمر. طبعا. من الأدب إن أنا أقول لولادي مين معاكم السنه دي في الكلاس في الفصل؟ عندك صحاب جداد ولا لا؟ يقول لك مثلا لسه بنتي امبارح قايله لي اصل عندنا بنت جديده من دوله ما في العالم جات لنا المدرسه. قلت لها عملت لها ويلكم ازاي بارتي ازاي، يعني عملت لها رحبتوا بيها ازاي؟ رحبتوا بيها ازاي؟
فقالت لي لا اصل فلانه وفلان كانوا متضايقين انها جايه علينا وشكلها مختلف وكذا. هي دي الديسكريميشن. زي بالظبط كده لما ناس يجوا مثلا حلوين لونهم ابيض يخشوا على دوله فيها ناس لونهم اسمر يحتلوا الدوله وبعدين يعملوا ديسكريميشن ويقعدوا السمر اللي هم اصحاب الارض بعد 300 سنه لحد ما يعرفوا ياخدوا حقهم في ارضهم اصلا. العالم كله على مر التاريخ دولة في ديسكريميشن للتنمر دوله بحالها. يعني القصد في انه الديسكريميشن ضد الادب وضد الاعراف العربيه الشرقيه وقبلها الدينيه اللي فيها رسالات بقى السماويه بتاعت التوحيد، انه الناس سواسيه كاسنان المشط، انه خيركم بالاخلاق بالخلق. الخلق هو ان لما يبقى حد جديد الشاهد في الامر، انا بربي ولادي على كده، اقوم اخلي الظاهره بتاعت التنمر اقل. حاجه تانية، الناس بتعيش ببعض، يعني انا بعلم الولاد ايه، سواء ولادي بقى وانا في المدرسه مدرس او ولادي في البيت البيولوجيكال، انه انت يا ابني الدنيا لسه قدامك كتير، كلما كنت عندك قاعده اكبر واكثر عرضا من المعارف والاصدقاء اللي بيحبوك ويفتكروا لك الطيب والخير، كلما مستقبلك كان اكثر صحه ونجاح. اقول لك فلان ده كان معايا في المدرسه من 30 سنه، هو اللي لقى لي شغلانه في البلد اللي انا رحتها لان هو كان منها اصلا. يعني مثال ايام ودول، بنعلم ولادنا المفاهيم دي. يبقى انت من ناحيه بتفرضي على الاسره بالتوعيه كيفيه التربيه، ومن ناحيه ثانيه بتفرضي على المدرس انه يستجيب لما يشوف ابن او ابنه بيتاذي بالتنمر، ولازم يبقى فيه عقاب للمتنمر. تمام. طيب استاذ احمد، هنا بقى من منطلق برضو تبني سيادتك ل يعني شق كبير من حمله ضد التنمر او انا ضد التنمر، دلوقتي انا هسمع الموضوع ده كتير، هل انا هشوف القصه دي موجوده في البرامج في المسلسلات في الكلام ده، هشوفها الفتره الجايه كتير، هقدر اكافحها عن طريق حملات إعلانية أو مسلسل أو فيلم زي الفيلم اللي كان بيتكلم عنه دكتور عمرو من شوية، بس حاجات مصرية بتحصل هنا في مدارسنا وفي محافظاتنا وفي بلدنا ولا لا؟ يعني أنا أتمنى أن ده يحصل الفترة الجاية، وأتمنى أن تتناول الأعمال الدرامية مدى سوء وأثار المدمرة للتنمر على الأطفال لما يبقوا مواطنين. بقى مسألة صعبة جدا، يعني يمكن عندنا دراسات ان من اهم الاثار دي انتشار نسبة الطلاق بسبب العنف الاسري اللي كان بيتم اثناء مرحلة الطفولة. يعني واصبح الطفل ده زوج وبعدين طلق مراته نتيجة العنف. العنف الاسري اللي هو الستات بيضربوا الرجالة، قصدي لا يعني اللي بيضربوا الرجالة بيجيب احصائيات الدكتور عمرو من المريخ. العنف عشان كده دايما لما نلاقي طفل لا يمكن نشجعه على العنف، لا يمكن نقول له لا خد حقك بايدك، ده في منتهى الخطوره، لانه لا يرتب الا عنف. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وده لازم ننهيه، ما فيهوش نقاش. انا انهيه ازاي بقى؟ انهيه لما اروح اشتكي والطفل ده يجي له حقه قدام عينه. طيب زي ما حضرتك قلت، ما غير كده هو هيرد، ما انا لو جاي حد بيضربني وانا زهقت هضربه. تعالي نتفق، هي منظومه متكامله. واحنا كنا اتكلمنا في سياسه الحمايه، ان ازاي المدير ياخد الاكشن فورا او ازاي الاخصائي الاجتماعي يبقى موجود وفوري. طيب. انما ده ابدا لازم نقول الاسره لا يمكن، ولا الام تروح تقول مين اللي ضرب الواد ده وتتصرف، وده بيحصل ولازم يتوقف. وما اقدرش الومها ساعتها لان هي ايه، حصل مره واثنين وثلاثه والام بتتجنن، يعني ايه انا ابني بيرجع لي مضروب كل يوم المدرسه، يعني دي جريمه لازم نقف على ان دي جريمه. حاجه تانية مهمه بقى اخيره بشكل سريع، الايجابيه. احنا كلنا يعني يمكن الدكتور عمرو اتكلم فيها والدكتوره، لازم يبقى كل واحد فينا يشوف اي تنمر يبلغ. احنا عندنا خط نجدة الطفل 16000، اي تنمر موجود الطفل نفسه لو ما لقاش اي اجابه من اداره المدرسه يتصل ب 16000. الاسره بدل ما تروح هي تضرب، لا تتصل ب 16000. اي شخص النهارده شاف قدامه اساءه لطفل او نقص من حمايته تعدي، يتصل ب 16000 مهما كان. والمفترض ان هم عندهم لجنه كبيره، وانا احد المستشارين فيها قانوني، فورا يتجهوا للطفل لحل مشكلته مهما كانت المشكله دي. تمام. دكتوره نوراء اتفضلي. هي لان في هوت لاين، ده مهم جدا. يعني انا شايفه الحل ان احنا اساليبنا لازم تختلف، لازم في عوده. يعني كان في فتره احنا حتى كنا بنشارك بالاستشاره في
مراكز حل المشكلات الأسرية بتبقى تابعة للجامعات. فطبعا دي يعني دورها تقلص جدا، دي كانت مهمة جدا، وكانت بتروح للطلبة في المدارس، وكان في بروتوكول بينها وبين وزارة التربية والتعليم، يعني المفروض ان احنا بنتقدم للأمام. فدي مهمة جدا. تاني حاجة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. يا جماعة معلش، مع احترامي للي بيتكلم عن الأخصائي الاجتماعي وللأخ اللي عمل المداخلة، لازال الأخصائي الاجتماعي بتاع رحلات. احنا كلنا حتى لما بنيجي نتعين فيقولون أخصائي اجتماعي نقول لهم ده بتاع رحلات، يعني لازال المفروض حاجة يعني احنا مش عارفين انت هيتفعل انت هياخد دوره وقوته في المدرسة. مين اللي هيمنحه المدرسه غير الوزير والقائمين على المدرسه والقائمين على العمليه التعليميه؟ لو هو تم تفعيل دوره ما جيش اقول له اصل ده ابن الاستاذه الفلانيه مش هنقدر نزعله، مش ده بيحصل. دكتوره الاستاذ مصطفى عمل حاجه لان هي دي، لا انا بتكلم جنرالي، لا هي رضاها العمومي، معظم الاخصائيين الاجتماعيين غير معلش يعني مش هظلم الناس، الاخصائيين الاجتماعيين اللي عايز منهم يشتغل بيحقق ثورات وطفرات في تكوين الاطفال اصلا، لما مش شخص بعينه، لا لما مش شخص بعينه. بس القصد لدرجه حضرتك ان في بعض الدول المتقدمه اللي بيحصل على مهنه الخدمه الاجتماعيه او العلوم اللي بيحصل على دراسه في الهيومانيتس او العلوم الاجتماعيه بيوجهوه للمحليات، مش بس اخصائي اجتماعي في المدرسه، لانه هيعرف الجيوغرافيك المنطقه الجغرافيه اللي هو فيها، هيقدر يسدي الخدمات فيها وليس اقلالا من شان حد. يعني عامه احنا للاسف وقتنا بينتهي، بس يعني الموضوع ده ما خلصش، احنا لازم يعني لازم نتكلم فيه، خصوصا ان احنا زي ما الدكتوره نوران قالت كده احنا ايه داخلين على دراسه. اكيد هنواصل الكلام في الموضوع ده ولنا لقاءات اخرى اكيد مع ضيوفنا علشان نوصل لحل. انا بتوجه بالشكر والتحيه ضيوفي الاعزاء دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بتوجه ايضا استاذ احمد مصلحي المحامي بالنقد وعضو الفريق الوطني لمناهضه العنف ضد الاطفال، شكرا لك يا استاذ احمد. وايضا دكتوره نوران فؤاد استاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا بعد هذا الفاصل ومع ام ضد جواز الصالونات، ابقوا معنا ولا